تقدم بثقة إلى عرش النعمة. نؤمن أنه لنال رحمة ونجد نعمة عونا في حينه، لأنه في محضرك رحمة، أمامك شبع سرور، في يمينك نعم إلى الأبد. غمض عينك معايا وصلي، اعلن أشواقك النهاردة ليه، اعلن النهاردة ثقتك في دم يسوع اللي صار لينا بيه الدخول إلى قدس الأقداس. قول رب أنا عايز أدخل إلى قدس الأقداس على حساب دمك، أدخل بكل ثقة وبكل جراءة، أدخل وأنا متأكد أنه هجد نعمة ورحمة لحياتي، هجد راحة في محضرك، هجد أمامك شبع سرور. أرفع يداي عليا، أعلن إيماني وثقتي فيك، أفتح كل قلب ليك يا رب النهاردة، أفتح قلبك ليه وإحنا في بداية وقت تسبحنا وعبادتنا، أفتح قلبك لأن الرب أمامه شبع سرور، عايز يأتي بنهر جارف في حياتك، عايز يأتي ليشبعك. هو يرتب أمامك مائدة، مائدة عظيمة مليانة من البركة والخير في محضره. أرفع يداي عاليا لله الذي له كل قلبي.
غمض عينك عن كل حاجة حواليك وتعالى النهاردة تحت رجليه قوله بحبك. تعالوا نكسر قارورة الطيب، تعالوا نأتي بصدق أمامه وبحب حقيقي، مش بكلمات ترنيمة معروفة. انفرد بيه، هو عايز ينفرد معاك، هو عايز يفتح عينك فترى جماله وتشبع من جماله وتمتلئ من حبه فتعرف تحبه. قوله بحبك يا ملكي، بحبك بحبك. أنا جاي أقف أمامك، جاي أعبدك وحدك، جاي أحبك يسوعي، بجيلة مشتاق برنم بحبك بحبك يا ملكي يسوعي، بليلة مشتاق برنم بحبك بحبك يا ملكي. أنت أبرع جمال من كل بال البشر، سكب نعمته على شفتينا.
عرفه بين الأمم به. عايزين النهاردة تسبحنا يستعلن في أماكن كتيرة محتاجة يسوع، اللي فيه الراحة، اللي فيه الشبع،
اللي يجي لنفوس النهاردة مقيدة ومجروحة ومريضة ويطلقها. تعالوا كلنا كده نسبح رب في وقت واحد. تعالوا كلنا نرفع صرخة واحدة نعلن إن يسوع رائع. سبح رب بكلماتك، أرجوك ارفع صوتك، علي صوتك قوي زي ما كنت بترنم معايا. هذه النهاردة يسوع يعرف الأمم والشعوب في العراق وفي سوريا، في كل أرض النهاردة مليانة ضيق وموت وحرب، ليستعلن يسوع. الترنيمة اللي كنا بنقولها بتقول عرفوا بين الأمم به، راحة كل الشعوب فيه. اعلن معايا، اعلن معايا النهاردة إن يسوع فيه الراحة، يسوع فيه الحياة، يسوع يأتي ويظلل على الأمم وشعوب كثيرة ويعرف ويستعلن ويظهر بمجد. تسبحنا بيفتح السماء مش بس فوق أرضنا لكن فوق المنطقة دي كلها، فوق الأرض والعالم ده كله، لكي يعرف يسوع، لكي يعرف يسوع. فيه الراحة، فيه الشفاء، فيه الخلاص، فيه الحرية. اعلن عن ذاتك يا رب لتستعلن وسط تسبحنا. فيك يا يسوع فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة. فيك يا يسوع، فيك يا يسوع فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة. فيك يا يسوع صلي النهاردة أن الرب يستعلن ويأتي أمواج، أمواج من حضوره تيجي على كل مكان في العالم محتاج ليسوع. صلي النهاردة أن أمواج حرية، أمواج شفاء، أمواج حياة تيجي على أخواتنا في سوريا وأخواتنا في العراق في ليبيا. تعالوا نصلي أن يسوع يستعلن، تعالوا نصلي أن يسوع يعرف وسط الأمم والشعوب. صلي معايا أنه أمواج، أمواج، أمواج شفاء، أمواج حياة. خلونا كل ثلاثة كل أربعة مننا سبح الرب واعلن إله قوي وعالي ومرتفع. اعلن هو رب الحياة، ولو في يده مقاصير الأرض، ولو في يده السلطان أن يحيي. تعال يا رب بحياة، تعال بحياة ليستعلن يسوع، ليعرف يسوع. أمواج شفاء، أمواج حياة، أمواج محبة من عرش الآب. أمواج شفاء، أمواج حياة، أمواج محبة من عرش Thank you.
أنت ملك الملوك، أنت رب الأرباب، أنت مرتفع العالم، لك السلطان وحدك. ارفع اسمك يا رب، ارفع اسمك على الأرض كلها، ارفع اسمك يا رب الحياة، يا مخلص العالم، ارفع اسمك، نسبحك ونرفعك، نعليك يا رب، مش بس على أرضنا لكن في كل أمة وفي كل شعب. على بلدنا، على الشرق الاوسط يا رب، النهارده بنصلي يا رب ضد كل مخططات شريره.
Yeah.
قد ارتفعت فوق كل قوة ورياسة، فوق كل سلطان. كنيستك تعلن وحدك ملك الملوك. أنت الرب وليس غيرك. من يشبهك؟ من يساويك؟ نعظمك، نعليك، نباركك لكل المجد. آمين. تفضلوا. سلم على اللي جنبك وقول له متشكرين انك جاي تصلي وتقف في الصغر تنادي على الرب. دور بقى ناحيته، صلي معاه، قول له يا رب ادينا صلوات مقتدره النهارده نكتبها امامك، امام عرش النعمه، في دفترك الإلهي، في سجلاتك الإلهية. خلينا كل اتنين نصلي مع بعض، قول يا رب اديني نعمة النهاردة عشان أصلي. قلت يا ذاكر الرب لا تسكتوا ولا تدعوه يسكت. احنا جايين نقف على الاسوار نصلي ونصرخ ونهتف امامك، جايين نذكرك بعمل يديك بمواعيدك، جايين نكتب امامك سفر تذكره من اجل كل مراحمك، من أجل كل مشيئتك الصالحة المرضية الكاملة من نحو هذا الشعب. جينا نقول لك يا رب مؤامرة الشرير من يبطلها غيرك؟ مقاصد العدو من يقف أمامها سواك؟ أعن ضعفنا النهاردة، أعن ضعفنا ونحن نصلي. ارسل الروح القدس ليشفع فينا، ارسل الروح القدس ليأني فينا، ارسل الروح القدس ليصلي فينا صلوات مقتدرة، وصلوات مقتدرة تدخل إلى قدس الأقداس، تدخل إلى قلبك يا رب، تطلق يدك الرفيعة الصانعة ببأس. كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. آمين. اسمحوا لي أرى معاكم جزء معروف قوي وصليناه كتير، بس النهاردة عايزين نصليه من زاوية خاصة بالذات من الأحداث اللي موجودة حولنا. اجتماع الصلاة ده مش جايين مجرد بنحط طلباتنا الشخصية وبنصلي لها، ومين تعبان ومين زعلان ومين متخانق ومين عيان ومين ما بيشتغلش، كل دي احتياجات شخصية ربنا شايفها وعارفها، لكن احنا جايين نقف امام الله من اجل شعب وشعوب، من اجل ملايين من الناس، من اجل تحقيق ارادة الله. وده اللي احنا نشوفه في الكلمات اللي هقراها لحضراتكم ديت.
بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس، ودي واحد من الرسائل الرائعة، كل ما بقراها بنبهر بالرسالة ديت. رسالة كورنثوس الثانية أصحاح 10، حقرأ من عدد 1 لغاية عدد 6. ثم أطلب إليكم بوداعة المسيح وحلمه، أنا نفسي بولس الذي في الحضرة ذليل بينكم، أما في الغيبة فمتجاسر عليكم. وأنا بعيد ببقى أخذ راحتي، وأنا بينكم ببقى يعني مش واخذ راحتي، لكن أطلب أن لا أتجاسر وأنا حاضر بالثقة التي بها أرى أني سأكترئ على قوم يحسبوننا كأننا نسلك حسب الجسد. تخيلوا بولس نفسه، ناس اتهمته أنه مؤمن جسدي وبيسلك حسب الجسد. ما حدش سلم في الدنيا دي الحقيقة، لأننا وإن كنا نسلك في الجسد لسنا حسب الجسد نحارب. دي نقطة مهمة جدا جدا، ده اللي بيدي معنى كبير لاجتماع الصلاة وللي احنا بنعمله وللي احنا هنعمله الدقائق اللي جاية دي. إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية، مش سيف ولا رمح ولا خبز ولا دهاء ولا مكر ولا لف ولا دوران ولا قتل ولا نصب ولا احتيال ولا تحرش. طبعا أسلحة محاربتنا ليست جسدية، بل قادرة بالله على هدم حصون هادمين ظنونا. فرق ما بين الحصون والظنون، وفرق ما بينهم وبين الحاجة الثالثة، وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، مستأسرين كل فكر إلى طاعة المسيح. خليني أقراها بالترجمة العربية الحديثة. نهدم الجدل الباطل وكل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، دي اللي هي كل علو يرتفع ضد معرفة الله، كل عقبة ترتفع لتحجب معرفة الله، ونأسر كل فكر ونخضعه لطاعة المسيح. عدد 6، مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان، ونحن مستعدون أن نعاقب كل معصية، مش كل مخطئ، كل معصية، متى أصبحت طاعتكم كاملة. مستعدين لأن ننتقم على كل عصيان متى كملت طاعتكم. احنا كل شوية بنقول الدنيا هديت، الحمد لله الدنيا هديت، وبعدين فجأة أن في بركان بيحصل في حتة تانية جنبنا. واضح ان الزلزال اللي ربنا ابتداه في هذه المنطقة لم ينتهي بعد، وان المقاصد الإلهية من وراء الأحداث دي لم تتحقق بعد، وربنا عايزنا في هذه المعركة الروحية نستخدم الأسلحة الروحية. ربنا شايف ان في حصون، والحصون دي السترونج هولدز دايما معناها الحصون الروحية التي بناها عدو الخير ليستأسر الناس، ليقيد الناس. ففي حصون روحية سترونج هولدز بناها عدو الخير في المنطقة اللي احنا بنعيش فيها ديت، حوالين ناس كتير قوي اثرهم جواها، زي ما كان موجود في الوقت اللي فيه بولس كتب هذا الكلام، في حصون إبليس بناها، وفي ظنون، في جدل، في أفكار غبية زرعت في أذهان الناس بتضللهم، وفي أشياء ارتفعت عشان تحجب عن الناس معرفة الله الحقيقي. وبيقول حاجة غريبة جدا، بيقول احنا في معركة روحية، وان كنا نعيش في الجسد، احنا بنعيش في الجسد، احنا ما انطلقناش بعد، احنا مش محلقين بعد،
مع أن سيرتنا هي في السماويات، حياتنا هي في السماويات، لكننا لازلنا في هذا الجسد نعيش بناكل وبنشرب وبننام وبنصحى وبنجوع وبنعطش وبنتعذب وكل حاجة، يعني لازلنا في هذا الجسد وبنبكي وكل حاجة وبنعيا وبنخف كل حاجة. فرغم أننا في هذا الجسد لكن لا نحارب بأسلحة جسدية، وليست معركتنا معركة جسدية، لكن أسلحتنا روحية، والمعركة اللي احنا فيها هي معركة روحية غير مرئية لكنها تتحكم في العالم المادي الذي نعيش فيه. نشوفنا زي صلوات الكنيسة، صلوات القديسين وصلوات أولاد الله أوقفت مؤامرة شيطانية في بلادنا، صح؟ وغيرت تاريخ وجلست ونزلت ناس من على الكراسي. احنا شفنا ده أمام عينينا، مش بسيف ولا برمح ولا بترس ولا بعنف، لكن بسلاح الله الكامل، بالصلاة، بالتضرع، بالوقوف في الثغر، بالاشتراك مع الله في مقاصد قلبه. وبيقول حقيقة جميلة جدا، بيقول أسلحة محاربتنا قادرة بالله. هذه أسلحة إلهية قادرة بالله على هدم الحصون والظنون والأشياء اللي ارتفعت عشان تحجب معرفة الله، لنستأثر كل فكر إلى طاعة المسيح. مش بس كده، وننتقم ونعاقب الخطية، العصيان، الشر، الإثم، مش الخطاة، متى كملت طاعتنا. طاعتنا لله تعطينا السلطان أن ننتقم من الخطية مش من الخطاة، أن نستأثر الفكر إلى طاعة المسيح، وأن نعاقب الشر، وأن ننتقم من الشر مش من الأشرار. وأنا قاعد بصلي للوقت بتاعنا دوت الصبح الحقيقة، وأنا في كلمة واحدة عمالة ترن في ودني: سقوط الأقنعة، سقوط الأقنعة، سقوط الأقنعة، سقوط الأقنعة. صلينا كتير للحكاية دي، صلينا كتير أن أقنعة تسقط، أن حقائق تنكشف. وافتكر احنا في 3 سنين كمية الأقنعة اللي سقطت من وجوه كثيرة رهيبة، وده كنت فكره كذا وطلع حاجة تانية خالص، وكنت فاكر ان ده الحل طلع ان مش ده الحل، طلع ان ده مش الحل، وكنت فاكر ان ده النجاة وطلعت مش دي النجاة، ده دي الكارثة. ولازالت أقنعة تسقط حتى وقتنا هنا وتدهش. يا هو الموضوع طلع كده؟ هو فلان كان كده؟ هي اللعبة كانت كده؟ لازالت أقنعة تسقط، ولازالت أقنعة كثيرة موجودة لم تسقط بعد، لكن الأحداث اللي احنا بنعيش فيها عمالة تسقط الأقنعة. الزلزال الإلهي ده اللي كنا بنتكلم عنه، اللي ابتدى يوم 25، أو يمكن ابتدى الحقيقة مش 25، ابتدى يوم 1 يناير 2011 مع أحداث القديسين، إن هذا الزلزال ده الموجود وبتنتج عنه مش بس حاجات بتقع، ده فيه براكين وحمم بتتصاعد زي اللي بيحصل النهاردة في العراق وفي سوريا وفي ليبيا. براكين، براكين، حمم، بكابورتات بتتفتح، حمم بتدمر مدن وبتقضي على حياة مئات وألوف من البشر، وبتهجر ملايين وبتشرد ملايين من الناس. في حاجة لازم نقراها صح، لازم نبقى فاهمين اللي بيحصل ده، ونقف مع ربنا ضد مؤامرة العدو، ضد فكر الشرير، عشان الخطة الإلهية هي اللي تثبت وتكون.
البعض حاسس انه الحمد لله احنا يعني نجينا، الحمد لله شوف يحصل لهم احنا نجينا. الحقيقه هم هناك بيوعدونا ان هم جايين لنا، يعني بيتوعدوا السيسي والمسيحيين. يعني القضيه مش الخوف، القضيه مش درء المخاطر، مش ده القضيه. مش حرب ماديه، القضيه في حرب روحيه. هو ايه اللي بيحصل؟ هو ايه اللي بيحصل؟ والناس ابتدت تشوف ولا لسه؟ الاقنعه سقطت، لكن القشور اللي من على العيون وقعت عشان الناس تشوف ما وراء القناع، ولا الناس لم ترى بعد. الوجع اللي جوايا وانا بتفرج على المشهد ده وبتابعه عن كثب، الحقيقه مش قادر افصل نفسي عن الاحداث ديت. بدور على احداث العراق ما بين السطور، وكنت بتابع الاحداث بتاع سوريا اكتر، ودلوقتي افتكر كل العيون رايحه ناحيه العراق اكتر. داعش اتحركت كده ناحيه الشرق، مش عارف هترجع ولا هتعمل ايه، لكن يعني الصوره اللي باينه حاجه غريبه جدا. هؤلاء يقتلون الشيعة لأنهم ليسوا سنة، ويقتلون المسيحيين لأنهم ليسوا مسلمين، ويحرقون الكنائس، ويفرضون الجزية. أنت مش زيي، حتى لو دينك زيي أنا هموتك، أنا هموتك. أنت لازم تقعد في المدينة. اللي هيقرر يهرب من المدينة خارجين وراه بمدافع رشاشة يضربوا الناس في العربيات، يقتلوا كل من يحاول أن يترك المدينة ليغادر. منظر فظيع جدا. هو ده إيه؟ وده بيتعمل باسم الدين، باسم ربنا، باسم ربنا، باسم خالق هذا الكون، باسم الإله الواحد خالق السماء والأرض. ده ربنا، ربنا إله دموي، ربنا إله القتل، إله الذبح. ربنا بيقول لك اللي غيرك ومختلف معاك ولو شيعة وسنة موته. كان بالحري لو مسيحي بقى، لا ده يعني. ما يحدث الآن حرب أهلية دينية باسم الله. عشان احنا شعب متدين جدا قررنا أن نقتل بعضنا بعضا، عشان احنا متدينين جدا وعندنا حب وغيرة لله. أكيد لازم الوقت ده القشور تقع، مش كده؟ أكيد الوقت ده لازم كل الأقنعة تسقط. أكيد الوقت ده هي الناس ليه مش شايفة؟ هي إزاي الناس دي بتعمل كده؟ عادي عادي عادي، ويقطعوا الرقاب وياخدوا الجماجم يلعبوا بيها كوره. ازاي؟ ازاي؟ عشان في حصون، عشان في قيود روحيه ابليس بناها حوالين حياه الناس دي. وكتير اكيد منهم ملبوسين بارواح نجسه عشان يقدروا يعملوا كده، زي المتحرشين كده. اغلب اللي بيقضوا عليهم متحرشين، يقول له عملت كده ليه؟ يقول لك اصل انا كنت واخد ترامادول يا بيه، كنت واخد ترامادول. هو الترامادول يعمل كده ويعمل اسخن من كده؟ ان يتحول الانسان خارج انسانيته، يبقى في حصون ابليس عملها، في حصون شيطانيه
بتستأثر الناس وتحولها من آدميتها إلى شيء يختلف عن الآدمية تماما. إحنا عندنا السلطان إن نهد الحصون دي. إحنا عندنا السلطان إن نهد الحصون دي. وفي ظنون، في ظنون، في أفكار عجيبة 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 في عقول الناس مقتنعين بيها، بس هما ما ناقشوهاش قبل كده. بس يقولك أنا لو كان مقتنع ناقشتها أبدا، ممنوع المناقشة، بس هو مقتنع من غير ما يتناقش. وفي ظنون، مبادئ، قيم، فلسفة، منها انك ما تفكرش، منها انك ما تسالش، منها انك ما تجادلش، منها انك ما تقتنعش. تخيلوا، من ضمن المبادئ انك ما تسالش وما تفكرش وما تقتنعش. فانت بتشل مخك، مبدا بيقول لمخك ما تشتغلش، ما تفكرش، ما تشكش. مع ان يعني الشك من الايمان، ازاي هتوصل للايمان غير ما تشك فيما تؤمن وتقتنع بما تؤمن، فيبقى عندك يقين الإيمان لأنك شكيت ووجدت الإجابة فأيقنت. ففي ظنون لو قعدت أحكي فيها مش هنخلص، موجودة عند الناس، موجودة في المجتمع المسيحي وغير المسيحي، موجودة جوه الكنائس، أثرت الناس لكي لا يعرفوا المسيح، لكي يعرفوا عن المسيحية ولا يعرفوا المسيح المخلص، لكي يعرفوا الدين وليس الإله الحقيقي وحده. ودي التويتر اللي كتبتها قريب، قلت ما نراه يجعلنا نعرف الفرق بين الدين أو بين التدين، قلت التدين ومعرفة الله. التدين يخليني متعصب، متعصب، فالأرثوذكس يبص للبروتستانتي ويقول له يا كافر كده، ومش هنرنم ترانيمكم يا بروستانت. الأفكار تخليه متعصب، التدين يخليه متعصب. معرفة الله تخليني أحب الناس اللي زيي واللي مختلف عني، تخليني أحافظ على الحياة مش أذبح. معرفة الله تغيرني، التدين ما يغيرنيش، ما يغيرنيش، ما يغيرنيش. معرفة الله تخلقني من جديد فأصير ابن لله، عندي حياة أبدية، وهذه الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. في حصون وفي ظنون، واحنا عندنا سلطان اننا نهد الظنون. في اشياء ارتفعت لتحجب نور المسيح، نور معرفة الله. في اشياء ارتفعت عشان تقف بين الانسان وبين معرفة الله، الخوف، البيئة، الكالتشر، التقليد، التعود، العادات، حاجات كتير قوي وقفت بين الإنسان وبين أن يعرف الله على حقيقته، يرى مجد الله في وجه يسوع المسيح. ربنا بيقول أنا اديتكم المفتاح، أسلحة محاربتكم روحية قادرة بالله على هدم الحصون والظنون وكل ما يرتفع ضد معرفة الله عشان تستأثروا كل فكر إلى طاعة المسيح، وعشان ننتقم من العصيان متى كملت طاعتنا وتكريسنا للرب. هذه المعركة محسومة للي هيصدقها، هذه المعركة محسومة روحياً للك...
الكنيسة الحقيقية التي تعرف كيف تستخدم سلاح الله الكامل، التي تعرف كيف تستخدم السلاح الروحي، انها تحب ربنا وتحب الناس، ولما تحب ربنا وتحب الناس تصلي وتصلي وتصلي بصراخ وبدموع على يقين انه هو اقوى، يهد الحصون ويهد الظنون ويهد كل حاجه ارتفعت تفصل الانسان معرفه الله، فتستنير عيون الاذهان وتستأثر الأفكار والقلوب لمعرفة المسيح، وتتغير حياة الناس ويتحولوا مرة تانية إلى أبناء الله، إلى كائنات بشرية مش حاجة تانية، مش حاجة تانية. انت هنا لأنك مصدق ان اللي انت هتصليها يكون ولا لا؟ مصدق؟ ارفع ايدك كده. مصدق؟ وقف معايا، وقف معايا. وقول معايا كلمات الترنيمة دي. بعلن إيماني، شايف إلهي ليه السلطان، ليه السلطان على الحصون، وليه السلطان على الظنون، وليه السلطان على كل ما يرتفع ضد معرفة الله، ليه سلطان. بعلن إلهي، بعلن إيماني، شايف إلهي، مصدق يا رب، مصدق إن أسلحة محاربتنا قادرة بالله، قادرة بالله، قادرة بالله، إنها تسقط الأقنعة وتسقط القشور من على العيون، إنها تفضح أعمال الشر، إنها تستنير عيون الأذهان، إنها تحرر القلوب والعقول، إنها تعطي للإنسان حرية ليختار لنفسه أبديته، 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 أبديته. أسبح للرب يا لوكا you.
إذا كنت واقف خد دقيقة واملأ قلبك بالإيمان. أنت مصدق؟ أنت عندك إيمان؟ إن أسلحة محاربتنا ليست جسدية لكنها قادرة بالله، قدرتها في ربنا، إمكانياتها إلهية مش بشرية. أسلحة محاربتنا بتحرك القدرة الإلهية اللانهائية لتهدم الحصون اللي إبليس ربط بيها الناس، اللي أعمى بيها عيونهم، بتهدم الظنون الباطلة والأفكار البالية اللي خدعت الناس وضللتهم، بتفتح كل الحاجات اللي أغلقت عشان الناس ما تشوفش مجد الله في وجه يسوع المسيح. بتهد كل أعمال إبليس، بتهد كل خططه، بتهد كل ألعيبه عشان تعتق الناس أحرار، يختاروا الأنفسهم مصيرهم الأبدي، يختاروا الأنفسهم حياتهم. مصدق إن صلاتك النهاردة هتفرق، هتفرق في اللي بيحصل في العراق وفي سوريا وفي ليبيا وفي مصر. إن ربنا شايف المنطقة دي حاجة واحدة، مش شايفها دول ودويلات. مبارك شعب مصر وعمل يدي آشور آشور آشور، اللي هي سوريا اللي هي العراق. مبارك شعب مصر وعمل يدي آشور. اعلن إيمانك قدام ربنا النهاردة، قل له بعلن إيماني، شايف إلهي للسلطان 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 للسلطان، سلطانك أعلى، اسمك أعلى من كل اسم، سلطانك سلطان أبدي يا رب. تقدر تقول لإبليس اخرس يخرس، تقدر تقول له اذهب عني يا شيطان فيذهب، تقدر تقول له ابكم فيبكم بريحه بموجه بهيجانه بعجرفته بسهامه بأدوات الذبح والقتل اللي بين يديه بروح الشر اللي بتتملك الناس. تقدر تحرر لاجئون اللي في كتيبة من الأرواح النجسة فتندفع إلى الجرف إلى البحر وتغرق هناك. صلي مع اللي جنبك، صلي مع اللي جنبك، اعلن إيمانك النهاردة، قول له مصدقك مصدقك مصدق في السلاح الإلهي اللي انت اديتهوني، سلاح الصلاة، سلاح الصلاة اللي مليانة إيمان ويقين، الصلاة اللي بتحرك إيدك، الصلاة اللي بتقف في الثغر فتصرف الغضب، الصلاة اللي بتهد حصون وظنون وكل علو يرتفع ضد معرفتك. الصلاة اللي تسقط الأقنعة والقشور من العيون لترى قبح عدو الخير، لترى قبح الشرير القتال. لترى الأيدي الملوثة بالدماء. لترى الأطفال المخشى عليهم في الشوارع مذبوحين. لترى النساء اللي بيعتدى عليهم. مصدق في السلاح اللي انت اديتهوني يا رب، مصدق يا رب، مصدق ان لما نتفق معا ومعك في اي شيء يطلبه
يكون لنا من قبل إلهنا، يكون لنا من قبل أبونا السماوي. النهاردة مع نهد الحصون، النهاردة مع نهد الحصون، النهاردة نتفق معا أن الحصون اللي بناها عدوك عن هذه المنطقة تسقط تسقط تسقط. اقف معايا اقف معايا وارفع ايديك الاثنين، خلينا في نفس واحده. كل الحصون اللي بناها ابليس حوالين المنطقه دي كلها عرب، كل اعمال الشر، كل السحر والشعوذه، كل ارواح امتلكت ناس، كل سلطان لعدو الخير وضعه على هذه الارض يا رب، من الشرق لغايه الغرب، من الشرق لغاية الغرب يا رب، في اسم يسوع النهاردة نقف أمامه ننتهيه يا رب، نسقط كل أعمال. ارفع ايديك ارفع ايديك الاثنين، صلي بصوت عالي صلي بصوت عالي، خلينا نتفق أمام الرب، نقف أمام هذه الحصون الشيطانية، نقف أمام هذه القيود الشيطانية، نقف ضد كل أعمال السحر والشعوذة، كل أرواح الشر التي تعبث بهذه المنطقة، كل الملبوسين بأرواح نجسة أياً كان رتبهم أياً كانت مقامهم، في اسم يسوع الناصري في اسم يسوع الناصري رب المجد، تسقط كل الحصون تسقط كل الحصون، كل الحصون اللي بناها عبر سنين طويلة عبر مئات السنين تسقط في اسم يسوع. حرية لهذه الشعوب يا رب من كل أعمال الشيطان. تقف أمام عدوك في هذه الأيام تتحدى باسم يسوع باسم يسوع. في اسم يسوع في اسم يسوع في اسم يسوع في اسم يسوع ندوسك يا عدو الخير في اسم يسوع. إله السلام يعطينا الغلبة، يسحق الشيطان تحت أقدامنا سريعا سريعا. أنت أشهرت جهارا ظافرا بي في الصليب، أنت خرجت غالبا ولكي تغلب. في اسم يسوع في اسم يسوع في اسم يسوع في اسم يسوع في اسم يسوع. انت اعظم انت حي انت تقدر انت صخرة انت ملجأ انت فوق حد التصور انت اقوى انت اعظم انت حي انت تقدر انت صخرة انت ملجأ انت
دي ايام الحصاد. لو المعركة وصلت بغداد مذابح بشرية ممكن تحصل. مش عارف ايه الخطة اللي في عند إبليس، مش عارف ايه الخطة اللي عند الأمم، يمكن دول تانية عايزين يقسموها ثلاثة ويخلصوا منها، أو يخرطوها بالطول وبالعرض ويحرقوها ويخلصوا منها. ايه اللي في قلوب الأشرار ما نعرفش، ايه اللي في قلب عدو الخير عارفين، يسرق ويذبح احنا عارفين، بس في مقاصد إلهنا. أشور عمل يدي، أشور عمل يدي. ارفع ايدك معايا قول يا رب زور أشور، زور يا رب، زور العراق زيارة إلهية. بنقف جنب ولادك وبناتك وهذا الشعب يا رب، السني والشيعي والمسيحي والكردي، بنقف جنب هذا الشعب يا رب النهاردة. انتهر الملاك المهلك، انتهر الملاك المهلك، قف ضد روح الموت في هذا المكان يا سيدنا الرب، وقول له كفى 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 دم، كفى ذبح، كفى قتل. صلي بصوت عالي، صلي بصوت عالي، خلينا نتفق النهارده، خلينا نتفق، خلينا نتحد قواتنا هناك. نجي هذا الشعب، نجي هذه الشعب من مؤامرة الشرير ومؤامرة الأشرار، نجي هذا الشعب يا رب من مؤامرة الشرير والأشرار. في اسم يسوع، في اسم يسوع، في اسم يسوع نقف ضد المؤامرة الشريرة، المؤامرة الشريرة الذي يسرق ويذبح ويهلك، لكنك أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل. تقول حصينا رح تعيا أسوار، ومهما تكون قدراني واسمين فيها الضمار، ومهما تقول حصينا رح تعيا أسوار، ومهما تكون قدراني واسمين فيها الضمار. رح عيبا يا دي الغلبة وعلامة
مش بس في حصون، في ظنون، في أفكار غريبة جدا. ادت لكل واحد الحق إنه يدين غيره ويحكم على غيره. كافر كافر، من أنت لتدين عبد غيرك؟ بصوا كلام المسيح، بصوا كلام المسيح، لا تدينوا لكي لا تدانوا. قبل أن تخرج القذى من عين أخيك اخرج الخشبة يا ضلالي التي في عينك. في ظنون مش موجودة بس في داعش، موجودة في الشعب المسيحي المتعصب اللي بيدي لنفسه الحق ان يقول على التاني كافر. يا رب كل الأقنعة تسقط، يا رب فضيحة بجلاجل لكل الأقنعة المزيفة اللي جوه الكنيسة واللي بره الكنيسة، وكل الظنون اللي إبليس وسوس بيها عند الناس وإدى الحق لكل واحد أن يدين غيره ويحكم على غيره. فضيحة للظنون دي، حرية يا رب، إن القانون يبقى قانون الحب، القانون يبقى قانون الرحمة. طوبى للرحماء لأنهم يرحمون. من كان منكم بلا خطية فليرميها أولا بحجر. روح المسيح يا جماعة، عند الأمل إن فكر المسيح هو اللي يتزرع في الأذهان. هنعيش في سلام برغم اختلافاتنا مع بعض، برغم اختلافنا في الرأي وفي العقيدة ويمكن في الديانة، هنعيش في سلام لو فهمنا، لو فهمنا الحقيقة بدل الكذب. ما عندناش أمل الحقيقة، احنا بندن في ملطة، احنا بننفخ في قربة مقطوعة. الأمل إن ربنا، ربنا ها ربنا ينفخ كده على المخاخ فتنضف، ده الأمل الحقيقة، ما فيش أمل تاني. ينفخ فتنضف المخاخ، كل أربعة تدور ناحية أخوك كده، كل أربعة مسكوا قدام بعض قولوا يا رب نظف المخاخ فعرضك يا رب. هذه الظنون، هذه الظنون الباطلة، هذه الظنون الباطلة اللي حولت كل إنسان لديان، لحاكم، لقاضي بيحكم على أخوه بالكفر أو بالموت، بالقبح أو بالجمال. نظف المخاخ يا رب، نظف المخاخ، نظف المخاخ. انفض يا رب، انفض الوساخة دي من الأذهان، انفض القذارة دي من الأذهان، انفض التلوث ده، التلوث ده يا رب. انت عملت كده مع الكتبة والفريسيين المرائين، قلت له من منكم بلا خطية ليرميها أولا بحجر، قلت لهم العشرين والخطاة يسبقونكم إلى ملكوت السماوات. نظافة للأذهان يا رب، نظافة للأذهان، نظافة للأذهان. هذه الفكرة الشيطانية من التعصب، هذه الفكرة الشيطانية من سلطان الناس أن تحكم على الآخرين وأن تقسم الناس شيع. يا رب، يا رب عمل إلهي، ما عندناش أمل غير في عمل إلهي. الكلام مش جايب نتيجة، الوعظ مش نافع يا رب، احنا عايزين عمل إلهي، احنا عايزين عمل إلهي، عايزين عمل إلهي، عايزين نور يشرق في الظلمة، عايزين إعلان يسوع المسيح في أذهان الناس وفي ضمائرها. عايزين شفاء لهذه العقول المريضة يا رب، لهذه الأذهان المظلمة يا سيدنا الرب. قانون الحب، قانون الرحمة، قانون المودة.
قانونك الإلهي يا رب اللي الناس شوهته. العدو الخير خدع بيه الناس ليصنع منهم آلهة وحكام وديانين فأدانوا بها أنفسهم وحكموا بها على أنفسهم. يا رب قول كلمتك، قول كلمتك يا رب، قول كلمتك، قول ليكن نور فأكون نور، قول مستنير عيون الأذهان فتستنير عيون الأذهان، قول يسمع الأموات صوت ابن الله فيحيون فيحيون من ظلام الفكر، من ضلال الفكر، من خداع الفكر. الكل بيقول من ليس معنا فهو علينا، وانت قلت من ليس علينا فهو معنا. الفرق كبير من اللي انت قلته للناس بتقوله، الفرق السماء من الارض، الفرق النور من العمى. يا رب اعمل حاجة، اعمل حاجة من فضلك، اعمل حاجة من فضلك يا رب. انت قلت اسلحة محاربتنا قادرة على هدم ظنون، ظنون، ظنون باطلة، ظنون باطلة ضيعت الناس، ضيعتهم، ضيعتهم، ضيعتهم. يا حبيبي بتشوف علينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مسيئة. اللي بتشوف علينا مش كل الحقيقة، في عالم روحي في السماء وفي لله مسيئة. صلاتنا تغيرت، صح صح غيرت صح، بس لسه في تاريخ كتير بقى لسه لازم يتغير. احنا لسه في اول المشوار،
وناس كتير تتريح. انا عايز احيي الناس اللي هنا اللي سايبه الماتش المهم اللي وجايه تصلي. انا عايز احيي الناس دي بالذات، بقى بالذات عايز احيي الشباب، الشباب اللي الناس عماله تقول عليه مش عارف ايه وايه. امتى اجتماع الصلاه هيبقى لغايه ميدان التحرير؟ امتى؟ لما مصايب اكتر تحصل. امتى؟ امتى هنكتشف ان ده في ايدنا نغير التاريخ، في ايدنا نقول له بص يا رب ادي ايدينا اهي، خلي ايدينا ايديك الممدوده. لما نحط كده على المرضى يخفوا، لما نحط كده على الناس اللي فيها ارواح شريره تعمل ايه؟ الارواح الشريره تصرخ وتهرب. نبقى ايديك الممدوده تصنع ايات وعجائب، شعبك بولادك ببناتك بكنيستك بعروستك اللي غيرتها في قلبها ليك وللناس، مش اللي خايفة على روحها، اللي خايفة على الناس، مش خايفة على روحها، خايفة على الناس، خايفة على مصيرهم الأبدي. وهي بتشوف الناس بتتذبح زي الفراخ، يا ريت زي الفراخ، فراخ حتى بتتاخد بعد كده وتتاكل، دول بياخدوا يلعبوا بيها كورة. إبليس كابس على المنطقة، إبليس عايز يحرقها، إبليس خايف من الناس اللي في الحتة دي، وعارف إن أعظم نهضة في تاريخ البشرية جاية من الحتة دي، جاية من الحتة دي تاني، جاية من الحتة دي تاني، جاية من الحتة دي تاني. وإن اللفة الأخيرة، اللفة الأخيرة هتدوس عليه، هتدوس عليه، هتدوس عليه، اللفة الأخيرة هتدوس عليه. ارفع ايديك معايا تاني لو ما كانتش تعبت، ارفع ايديك معايا تاني، قول له نادي على الكنيسة تيجي تصلي يا رب، نادي على الكنيسة تيجي تصلي، نادي على الكنيسة تيجي تصلي، صلي بصوت عالي، قول له نادي على الكنيسة تيجي تصلي، نادي على الكنيسة تقوم بدورها، نادي على الكنيسة تستيقظ يا رب، تفهم ان المعركة ما خلصتش، الماتش ما خلصش، الماتش ما خلصش، الماتش لسه ما خلصش. ممكن نخسر كل اللي كسبناه لو وقفنا، ممكن نضيع كل اللي خدناه لو وقفنا دلوقتي، لو وقفنا دلوقتي لسه صلاتنا هتغير التاريخ، لسه في تاريخ هيتغير، لسه ايدينا ما صنعتش ايات وعجائب، لسه ايدينا ما صنعتش ايات وعجائب، لسه 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 بدري قوي 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 على اننا نستريح، لسه بدري قوي قوي على اننا نستريح. نادي ولادك وبناتك من كل حته يا رب، اجمع شعبك من حولك يا رب، كما تجمع الدجاجه في راخعته، واملاهم يا رب روح صلاه وتضرع، بروح غيرة مقدسة، املأهم بآيات وعجائب. اسكب روحك، اسكب روحك في هذه الأيام يا رب، اسكب روحك. نبقى ايديك الممدودة. قول معايا العدد التاني ده وارفع ايدك، قول يا رب بص يا رب المس ايدي كده، المس ايدي عشان ايدي كل ما تتحط على حد يحل روحك عليه، المس ايدي عشان كل ما ايدي تتحط على مريض يا رب يبرأ، المس ايدي عشان كل ما ايدي تلمس واحد فيه روح نجس يصرخ الروح النجس، لأنك أكون ايديك الممدودة، أكون إيديك الممدودة تصنع آيات وعجائب، تصنع آيات وعجائب. مطرح ما نروح ننور، مطرح ما نروح ننور، مطرح ما نروح الظلمة تهرب، مطرح ما نروح يا رب الفساد يهرب، مطرح ما نروح الأرواح الشريرة تصرخ تصرخ يا يسوع الناصري مالنا ولك أتيت لتهلكنا. أيوة أنت أتيت لتهلكهم يا رب. قول معايا في بلدنا وبلاد أشور، في سوريا، في العراق، في ليبيا، في السودان، نطلب اللي في قلبك للمنطقة دي كلها يكون واللي مت عشانهم اسكب في قلوبنا حبا لكلنا
نقرب من بعض كلنا. خلينا نقفل الصفوف. خلينا نقرب من بعض. ممكن نتحرك. حصروا الكاميرات. خلينا نقرب نقرب نقرب. ناخد شنطتك في ايدك. موبايلك في جيبك. كده يعني. وفي كاميرات دلوقتي. ما حدش يقدر يعمل حاجة. بس خلينا نقرب من بعض. خلينا نقرب من بعض. خلينا نقرب من بعض. ممكن اللي في الجاليري قربوا من بعض برضو. خشوا في النص كده. خشوا في النص. الناس اللي قاعدة على الجنب. تعالى كده. تعالى كده. تعالى كده. مش بيجوا كده. تعالى كده. ايوه تعالى كده. ممكن اللي من الناحية دي. تعالوا كده. تعالوا كده. تعالوا. ايوه. تعالى كده. ايوه. أيوة. كمان شوية. كمان شوية. تعالى كده. ايوه. 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 قربوا. 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 اللي الناحية دي ممكن تيجوا كده. في ناس قاعدة مش عايزة تقوم خالص. مش ناوية تتحرك خالص. في ناس قعدت مش هتقوم. ماشي. معلش. معلش. خدوني على قد عقلي. على قد عقلي. خدوني على قد عقلي. خلينا نرفع ايدينا بحيث نلمس ايدين بعض. تأكد ان ايديك لمسة. مش لازم تمسك. لو مراتك امسكها. لكن يعني لو مش مراتك ممكن على الاقل تلمس ايدين. خلينا في حس واحد النهاردة. نقول يا رب احنا هنخضع ليك. احنا هنمشي وراك. احنا هنكمل السكة ديت. احنا مش هنسيبك ومش هنسيب بعض. مش هنسيبك ومش هنسيب بعض. لغاية صفارة النهاية. لغاية لما الحكم يصفر صفارة النهاية. بإعلان فوز وانتصار ملكوت الله. لغاية لما مجدك يرى. لغاية لما إعلانك تراه كل بشر. لغاية لما نشوف الملايين يعرفوك الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسل. ارفع ديك. ارفع ديك. صلي بصوت عالي. صلي بصوت عالي. ننتقم عن كل عصيان متى كملت طاعتكم. لسه طاعتنا ما كملتش. هنطيعك. هنسمع ليك. هنخضع ليك. هنمشي وراك. هنصلي. هنصرخ. هننادي عليك. هنعيش القداسة في خوف الرب. هنتمم مقاصدك في حياتنا. تعهد قدام ربنا النهاردة. تعهد قدام ربنا النهاردة. كنيسة جاية تتحد بعضها. جاية تتحد بيك. جاية يا رب عايزة مشيئتك. ومستعدة تدفع الثمن. مستعدة تعيش الطاعة والخضوع. مستعدة تعيش القداسة وتكمل القداسة في مخافة ربنا. عشان ننتقم على كل عصيان عمله عدو الخير. وكل فساد أفسد به الأرض. وكل الناس يا رب اللي أدمنت المخدرات. واللي أدمنت الجنس. والناس اللي بتعتدي على شرف البنات. والتحرش اللي موجود. والفساد اللي موجود. والعفونة اللي موجودة. والرائحة الكريهة اللي موجودة في كل أرضنا يا رب. عايزين ننتقم عن كل عصيان. عايزين أرض نظيفة. عايزين شعب نظيف. عايزين ملكوتك يأتي علينا. عايزين إعلان منك. عايزين يا رب علامة ابن الإنسان. علامة ابن الإنسان ترى في سماء بلادنا في هذه الأيام يا سيد رب. نارك ارسل لنا نيراتك أشعل فينا
مكاننا ونقعد، وعايز كل اثنين نصلي. عايزك النهارده تتعهد قدام ربنا، انا بغيره مقدسه هكمل المشوار، انا هفضل رافع رايتي، رايت الصلاه والتضرع امامك، هفضل واقف في الصغر لغايه لما الماتش يخلص، لغايه لما يصفر الحكم صفاره النهايه. انا هنادي اخواتي يجوا يصلوا معايا، انا هنادي كل نايم يستيقظ. ده مش وقت الراحه، ده مش وقت الراحه، ده وقت نستخدم اسلحتنا الروحيه لنهدم الحصول والظنون وكل علو يرتفع ضد معرفه الله. ده الوقت اللي فيه نستاثر كل فكر الى طاعه المسيح. قول له مش هسيب مكاني، وهجيب اخواتي معايا، هنقف في الصغر امامك، هنصلي كما لم نصلي من قبل، هنكمل قصه التاريخ اللي بنكتبها بالصلاه، هنكمل قصه التاريخ الالهي اللي هنكتبها بالصلاه، هنكمل المعركه دي لغايه لما نشوف عدو الخير منسحق ومسحوق تحت الاقدام، وشعوب بتدوس عليه، مش شعب، شعوب بتدوس عليه. لغاية لما ينتقم عن كل عصيان، متى كملت طاعتنا؟ طاعتنا لسه مش كاملة، لسه بنساوم معاك، لسه بنفاوض معاك، لسه بنسوف الحقائق معاك، لسه طاعتنا مش كاملة يا رب. فيك حرية، فيك شفاء، فيك سلام، فيك حياة، فيك يا يسوع. قلب ربنا يغير منطقة بالكامل ويغير شعوب وأمم كتيرة، لكن في نفس الوقت زي ما هما مهتم بتغيير منطقة، مهتم بيك أنت شخصيا وباحتياجاتك. ناس كتيرة مننا عندها احتياجات مختلفة. اوعى تفتكر أن ربنا ناسي احتياجك ولا مش فاكره ولا مش عايز يسدده. ربنا مش بتاع الحاجات الكبيرة وبس،
كمان بتاعت الحاجات الشخصية. في كتير مننا جايبين ثقتهم وإيمانهم في ربنا النهاردة. عايز أقول لك وأقول لك إن ربنا مهتم بمرضك، مهتم بتعبك، مهتم جرحك، مهتم باحتياجك. مش كده النهاردة نفسي نصلي من أجل الشفاء. نفسي لكل اللي عنده احتياج في الكنيسة نيجي قدام عند المنبر. نفسي النهاردة يسوع موجود في المكان، في شفاء وفي حرية وفي عتق وفي لمسة. النهاردة ربنا عايز يديها لناس كتير وسطينا، ناس كتير مجروحة وتعبانة ومكتئبة، وناس كتير عيانة بأمراض مستعصية، وناس عندها احتياجات مختلفة. لو انت واحد من الناس دول تعال قدام عند المنبر، تعال النهاردة حط إيمانك وثقتك في المسيح. في وحده بس، في وحده بس شفاء، في وحده بس حرية. هو الوحيد اللي يقدر يشفيك، هو اللي بيقدر يشفي، هو متخصص، متخصص شفاء الأمراض الجسدية والأمراض النفسية. المكتئبين لما رأوه كانوا عابسين الوجه فرحوا. يسوع النهاردة ليك، صدق إن يسوع ليكي، صدق إن يسوع ليكي، صدق إن يسوع موجود هنا في المكان. أيا كانت الحتة اللي انت جاي منها أو الخلفية اللي انت جاي منها، يسوع بيحبك، يسوع بيحبك، يسوع بيحبك. حتى لو انت مش بتحبه تخيل هو بيحبك، هو ما بيعرفش يكره، وفي محبته النهاردة جاي يلمسك وجاي يديك عطية النهاردة. مش كده النهاردة كلم المسيح وانت واقف تحت المنبر، كلم يسوع، كلمه، كلمه هو بيسمعك. قولي له شفيني يا يسوع، شفيني، اشفيني، انت اقوى من مرضي، انت اقوى من مرضي، اشفيني، انا مصدق انك بتشفي يا يسوع. قول، قول، قولي، قولي، قول النهارده، انطق بكلمات ايمان وقوله انا مصدق انك بتشفي، والنهارده انا موجود جايلك يا رب، اشفيني، اشفيني، انا جايلك اشفيني، انا مصدق ان الشفاء من عندك مش من عند البشر، انت الخالق، انت الخالق، انت تقدر تشفيني النهارده. قل له مد ايدك على الحته اللي فيها المرض النهارده، مد ايدك على الحته اللي فيها اعاق النهارده، قل له مد ايدك على الحته اللي تعباك النهارده. هو موجود، 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 ما تضيعش الفرصه، ما تضيعش الفرصه. قل له ارحمني يا ابن داود، ارحمني يا ابن داود، ارحمني، انت بتحبني، انا مصدق انك بتحبني، انا مصدق انك بتحبني، ارحمني الليله رب، ارحمني، ارحمني، المسني وشفيني، المسني وشفيني، المسني وشفيني. ليك شفا، خده النهاردة، خده، خده، مد ايدك وخد من يسوع، مد ايدك. ما ستريد ان افعل بك؟ هو بيسألك، عايزني اعمل لك ايه الليلة، عايزني اعمل لك ايه الليلة. قله، قله، هو موجود، موجود وبيحبك، بيحبك، بيحبك. تعالى له النهاردة، صلي، صلي واطلب. أبواك شفاء، أيوة رب، أبواك شفاء الليلة رب، الليلة، الليلة رب، اشفي ناس وسطينا، أيوة رب، لمسة شفاء يا رب. أبواك شفاء، أبواك حياة، أبواك محبة، بالعرش عصام يجي هنا. عايزين نصلي من أجل إخواتنا اللي واقفين والأسماء اللي مكتوبة، وعايز كل الكنيسة ارفعوا أيديكم كده، اللي ما عندوش كان احتياج للشفاء ارفع إيدك كده وصلي من أجل إخواتك مع الدكتور عصام. وانت ارفع إيدك قل له جاي استقبل منك يا رب النهاردة، جاي استقبل منك، أنا عايز لمسة منك يا رب النهاردة، أنا جاي ألمس هود بثوبك، زي المرأة اللي نازفة الدم اللي لمست هود بثوبك، أنا جاي ألمسك النهاردة رب الإيمان. رب انت النهارده تضع ايدك على كل راس يا رب النهارده،
انت يدخل يا رب شفائك في كل جسد النهاردة باسم يسوع المسيح. انت تنور العقول النهاردة، انت تدي سلام للقلوب، انت تشفي النفوس المجروحة والاجساد المريضة باسم يسوع المسيح. احنا نعلن اسمك على كل جسد يهرب منه المرض، الان نعلن شفائك، الان نعلن تحريرك، الان نعلن زيارتك لكل واحد بيطلب وجهك النهاردة. كل اللي طالبين وجهك دي حرية النهاردة، كل اللي طالبين وجهك حتى اللي بيتفرجوا علينا باسم يسوع شفاء، باسم يسوع فرح، باسم يسوع اطلاق، باسم يسوع اكتفاء كامل من كل احتياج باسم يسوع المسيح. اللي لمس هوت بصوبك شفي، واحنا بنلمس يسوع النهاردة، واحنا النهاردة لينا قوة تخرج منك لكل واحد. مفيش واحد النهاردة يخرج بالمرض، كل الشعب الرب يفرح بيك ويكون عيد ويكون شفاء، واسمك يعلن في وسطنا وفي وسط هذه الأرض يتروي يا رب قلبك من الشبع لما تشوف شعبك يخف باسم يسوع المسيح. زيد المسيح تسبيح علو الإله بنا همكم ناد الأبطال أبطال امشوا بصليب وفتنوا زيدوا المسيح تسبيح علو الإله بنا همكم ناد الأبطال أبطال امشوا بصليب وفتنوا قولوا من الموت مستحق، الآن من الموت مستحق، يسوع المقام من الأموات هو مستحق، هو مستحق. خلونا نختم الاجتماع بالصلاة الربانية، مش زي ما تعودنا نقولها حافظينها، لا عايزين نقول له يا بابا يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، خبزنا كفافنا أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير،
بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين. وإله السلام يعطيكم السلام من كل جهة. نعمة ربنا يسوع المسيح، حبة الله الآب، شركة الروح القدس تكون معكم وتدوم فيكم من الآن وإلى الأبد آمين. صلاة للشفاء من قاعة إبراهيم سعيد.